اختي؟ وين راح اخوي؟ Hold up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم في مقطع جديد. هلا والله. شو اخباركم؟ زمانكم مشتاق في هذا الفيديو يا شباب. ماينكرافت بسلسلة اي ار لايف بالقناة الوحيدة في اليوتيوب. احذروا التقليد. المهم طبعا شباب، اليوم عندنا حلقة اي ار لايف، الحلقة ال 11. طبعا شباب، اول اخر مرة الحلقة الاخيرة اللي راحت ابويا ضربني وطلعني من البيت، فانا ضجت وقلت شباب راح انهي الحلقه وراح انام برا. ولمت برا وقعدت من النوم. طبعا اهلي وينهم؟ والله اهلي ما ادري وينهم. اه امي طالعه برا. اوكي. اوه ابويهم طالع برا. والله طالعين برا ما ادري يسوون. المهم قبل لا نبدا الفيديو شباب، اذا انت اول مره تشوف القناه اشترك، واذا انت مشترك حط لايك. خلينا نوصل ما ادري ايش قد، خلينا نوصل 50-70 ألف لايك. ما هالمرة ما اطلب لايكاتي هواي لان انسحبت على القناة وادري بروحي مقصر، فلازم انه انزلكم تنزيل يومي حتى اوفي الدين اللي علي. طبعا باح نزلت مقطع ما جاب اي تفاعل، حدا ما راضي عليه التفاعل انا هذا بي، اللي ما شافه راح احط رابطه بالتعليقات. خلينا نوصل 200 ألف مشاهدة على الاقل، يعني صار لي فترة ما وصل هيك مشاهدات. المهم خلينا نكمل. ايش راح اسوي اليوم؟ والله ماكو احد برا، بس خل اشوف ابوي وين. والله ما ادري دي يسوون، جاي يسوي الفون. اوكي يكون ما يدرون بي، اروح اطب جوا. طبعا شباب اكو وايد بالتعليقات تقول له احمد روح اخذ اخوك واشتري له شغلات، ملابس او اكل. حتى ابوك شو اسمه؟ الابو يقول اي ام جائع، فاذر يقول اي ام هانجري، يقول للامي ابوي يقول لامي يقول انا جوعان. يلا بابا سوي لنا اكل، سوي لنا اكل يلا. خل اطب للبيت، خل اطب للبيت ليقتلني ابوي. وين محمد او حمودي؟ ما ادري محمد وينه؟ وين اخوي؟ وين راح؟ عذر تاخذه وياي. طب الحمام؟ اه دخلت مرة. شفتك. تعال وياي، تعال وياي اليوم نروح. شو اسمه اليوم راح اروح اشتري لك. فلوس ما عندي، منين اشتري؟ اليوم ما عندي فلوس. يوم هذا ابوي. اليوم ما عندي فلوس، منين اشتري؟ والله ببالي شباب اخذ فلوس من امي. والله ببالي شباب اخذ فلوس من امي، والله عندهم ما فلوس. عندهم 15 دائما. قبل مرة اخترع بس شافني. اخترع. والله اخوي كبران كبران، انا شفت ذيك الحلقة كان يسحف. فكبران اليوم. المهم عندي 15 دائما. طبعا وين نزل؟ قبل راح، قبل راح ولا يقعد راحة. خليني اخلي هاي البندق، اروح اخلي اول. بابا يمه بليز. ما يصير، لا في لا جاب في تحت الصندوق. يمه ابوي اجي. وين امي؟ ما اجي تسوي برا. تعال تعال يلا خلينا نروح. يلا تعال. اخوي يركض سريع. شو 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 شو، تعال خلنا نسلم على ماما. هلا ماما، سلم عليها، سلم عليها. ايش فيها؟ اي سلم عليها. واه سلمون عليها. بكل بساطة. المهم خلي نروح اشتري لاخوي. تعال شو نروح نشتري لك شغلات. اركض 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 اركض. هاي اول مرة شباب اخذ اخويا واروح اشتري له، لان بديش الحلقة ما ابوي كتني وبعده صغير كان بوقت، هسه كبر. هذا اخوي شوفوا. دقيقة. اوه والله نايس بطة.
والله انت تدرون اخوي راح يوصل لي انا يبته كبر ما ادري. المهم شو اشتري لك شو اشتري لك شو اشتري لك؟ اقول لك تعال تعال يمي تعال يمي، اريدك هنا تنتظرني. اوكي انتظرني، مو تروح بعيد، بس تروح بعيد اقل الماما. اوكي نزل راس قال لي ايه. اوكي شو اشتري لك؟ ماي. اوكي راح اشتري لك ماي عند البن هنايا. الماي بوحدة، لا شنو وحدة، ثلاثة هي دايموند، الدايموند اغلى من الدولار. خل اشتري لحم مهم للبيت. بس امي تقول لي وين فلوسك؟ لا رحت اشتري اكل. اوكي اهلا هاي مان. اثنين جولد، ما عندي جولد. اوكي مو مشكلة. خلي اروح لهذا المحل. اي شي بيع اي شي هنا بدايموند. والله شباب يراد لنا تلفزيون بغرفتي، تدرون؟ الله حاخذ لي تلفزيون هاك ويراد توست. يمكن ما عندنا بالبيت، هم راح اخذ لي وحدة توستاية حتى ناكل توست مليانة من الاكل اللحم. اي اوفن عندنا بن، هاي بن لقيتها انا اخر مرة شفتها، هاي سلة مهولات عند بيت جدي. بس اوكي مو مشكلة، هم راح اشتريها. والله هواي اشترينا شباب. اوكي تلفزيون اخذت، هذا هو التلفزيون، خليه هنا انا هي والبطالة مال ماي. انا عطشت، خلي اشرب ماي. اوكي اخوي وين ضيعته؟ وين راح اخوي؟ نو واي. اخوي وين راح؟ يجوز طب هنا؟ لا طب هنا. طيب جاي يسولف وياه بالمحل. انا ايش حكيت وياك؟ حكيت وياك؟ تعال اليوم اجرك من ايدك اليوم، تعال تعال وياي. ها شنو هذا؟ كيك ما ادري شنو. قل لي بوحده دايموند. اوكي راح اخذ لاخوي وانا. اوكي يعني دايموندتين هاك. صر عاقل، مو تروح تخلي ادور عليك صدق كذي. تعال وياي تعال. اقول لك انتظرني هنا اكل هاي لما ما اروح شو اسمه اجيب لي شغله من محل السمك. راد لحوض للبيت. اوه المحل مخلص. والله شباب ما ادري يلا مو مشكلة المرة الجاية نشتري السمك. شباب ما جربنا البارحة او بديك الحلقة اشترينا كمبيوتر، خلنا نروح للكمبيوتر اجربه همين. مرة انا اخوي تعال يلا تعال امشي. ها كلتها؟ اوكي يلا امشي انا هم خلاكن. والله انا مو جوعان، ما ادري شنو هذا. ابوي برا ما ادري يسوون. يا امي تعال تعال انتظر هنا يا ماما. هذا الاكل خليه احطه بالثلاجة ليخرب. اوكي بندق، وين ما اروح القى بندق؟ ما ادري ما نسيت اسمه. بندق هو جوز؟ لا جوز ما بندق، ما نسيت اسمه والله. اي خل اجرب الكمبيوتر شباب متحمس. يلا خل نجرب قبل نفتح الكمبيوتر، خل طقطق اصابعنا هيك. اوكي يلا بسم الله. اوه ماينكرافت باي، اشتري غراض. دقيقة اقدر اشتري بدايموند 8 للحصان، شو رايك ما اشتري؟ دقيقة كرشت اللعبة شباب. اوه رجعنا، انا قلت العالم خرب.
والله العظيم قلت انا عالم غرب. المهم اشتريت هاي دايمون هورس راح اضمه، ما عندي صندوق تدرون، وين راد لي خزينة راح اضمه هنا. اوكي خل احط غاض اشتريته، ما اشتريت هاي راد احطها جوا بالطابق جوا، حطها هنا هنا انا حتى ارمي شغلات ال تكلمون الزبالة. توست همير راد جوا، بس تلفزيون هلا ماما. اوكي راح تيفي راح احطه هنا جوا، ما عندي ميز شو اسوي. دقيقة شلون ما عندي ميز؟ هاي الميوزة كلها، هذا الميز لو اجيبه والله ميوزة هو هذا اقدر اكسره واحدة. اي والله اقدر اكسره، تعال اخذ من جوا كم بس ياخذه من عندي. اخذه احطه هنا، تلفزيون هنا. والله التلفزيون بغرفتي رهيب، هنا شرباتي يعني، انا هاي شربات اخوي ما اريدها. اي با تلفزيون لا هي وابوي راح ربما راح يروحون البيت عمي، اعتني باخويك باخوك لو اخيك ما ادري جماعه القواعد يحكوا ما ادري. اي راح يروحون البيت عمي، اوكي مو مشكله. خلا ارجع هاي الدايموند ولا تقتلني تقول وين الفلوس، فين فلوسي. خلا احط التوست هسه بعد جوا توست، يا طلع في الباب بس لا طلعوا، والله شكلهم طلعوا تدرون. وين راحوا؟ اي قصدي يعني يمتى راحوا؟ هسي هلا حد غلطي هنا ماكو احد قبل طبيت انا. ضار راحوا بس اخوي صغير ما ادري وين، خل احط التوست والماي و عندنا مال البيت والله التوست عندنا بالبيت؟ ما عندنا، خل احطه هنا تمام. دقيقة وين اخوي؟ هذا اخوي، تعال يمي تعال يمي تعال يمي تعال. اش فيها؟ اي فلون تعال تعال اقول لك. اي تعال اخوي خل احطك هنا، تعال العب ويا الخرفان لحد ما ارجع، لان اسقك ما ليش عفت هنا. شبابك و لا اقول لك من الخرفان طلع الخروف. طب جو تعال تعال اخوي 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 احصيح اطلع. اي امزين. اوكي المره تعال هنا، تعال طب جوا بالبيت، طب جوا بالبيت وصعدك فوق بغرفة ماما. تعال شو راح كده، خليك برا، يلا خليك برا، شو اللي علاقة انا. المهم طبعا شباب اكو هاي ناس في التعليقات تقول احمد اكو جوا الدرج باب سري، فما ادري يعني خلينا نشوف الباب، يا باب سري. اوه والله هذا الباب والله. اوه هذين تورشات مسدودة، انا قبل شوي شفت بالصندوق مال المطبخ شفتك وجداحة، خلي اجيب جداحة من المطبخ افتح التورشات. هاي افتح التورشات، اي واو بعل واو سرداب جوا البيت، هذا الباب ما يفتح والله. واو افتح 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 افتح. شنو هاشي يسوي؟ يفتح الأضوية والله نايس. زين هاي الكتب شنو؟
اوه فشي هنا. هذا هنا واحد قاعد. هاي نادق الجرس. اوه هذا صندوق والله. اوك مفتاح. اه بس المفتاح مال فوق. يمكن هذا القبو مال شخص. دقيقة 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 دقيقة. خليني اروح افتح الباب اشوف شنو اكو فوق. شنو اكو فوق؟ متحمس. فتح. فارغ. اوكي. بس بدي اشوف شنو هالمكان. هذا شنو؟ اخفيت املاكي في هذا المكان so that no one يستطيع ما اجي افهم الترجمة مالته. بس يعني شلون هو اللي ضم ممتلكاته حتى لا احد ياخذه؟ او هاي رويال شغلات ملكية ضامها. وبالاخر كاتب اسمه ادوارد الجد ادوارد وحاط احداثيات. اتوقع هذا كن شباب لقينا راح نلقى كنز. نسد الاضوية. هذا المين سدن ما ادري ليش بس خلنا نسد هاي الاضوية. وبع شلون ينسدن. واو مو كلن سوا. شوف جلوب جلوب ينسد. والله تصميم المكان رهيب. بهالدرج. المهم خليني اصعد فوق. اوكي سده. خلينا نروح والله الجو ليل. خلينا نروح ننام احسن مني. ولك اخوي تعال وياي نعم. ما تيجي تنام انت؟ تعال وياي دقيقة. صباح الخير. التلفزيون بعده مشتغل. اخوي وين؟ اخوي ولا قاعد راح شباب. ولا قاعد راح اخوي. اخوي وين راح؟ ادي طالع برا شو تسوي؟ غير افتهم. اخوي رجاء انتظرني هنا بليز بليز لا تتحرك بليز شباب. انا خايف ابقي هنا خاف يسوي فد شغله بالبيت. تعال تعال وياي نشوف الاهدافيات وين. 400 من المهم شباب انه تدعموني بهاي الفتره لان انا تركت القناه وهواي ناس نسيتني بهذا الشهر اللي تركته. فانا احاول ارجع للقناه رجعه قويه. فتكتبوا لي بالتعليقات شنو تبدون سلاسل. ادري اكو ناس يبدون ماينكرافت بعد 5 سنوات ان شاء الله شباب هالايام. بس اضبط الشغل ويا الولد حتى نصور. اكو بعض الفيديوهات الثانيه اللي ما جابت تفاعل اتمنى منكم تروحون تدخلوا لها وتدعموها وتنشروها لان جاي اتعب شباب التنزيل. اتوقع هنا انا. اوه هذا شنو؟ اتوقع هذا دليل. اخوي انت تظن هنا اوكي مو تطلع. هاك تتاكل جوعان اكل. اتوقع لازم احفر جوا. ادري ازع. اي لقيت شي لقيت شي لقيت شي شباب لقيت شي. دقيقة هنا انا. حلو. اوه لا تقل لي الاملاك هنا. لا تقل لي الاملاك هنا. خاف كفاخ شي. اوه شباب صندوق لازم اكسر عليه انا ما اقدر يعني اشيلهم كلهم. واو شوف 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 شوف. خلنا نرجع هذا هنا شباب. خلينا نروح شباب. شو رايكم في هذه الفلوس شنو اسوي؟ احنا حاليا شباب انا افكر احنا عايشين حاليا بقريه او عايش بوحدنا بالريف. شو رايكم شباب بالحلقه الجايه اروح انا واهلي نروح نعيش بالمدينه؟ فكره خرافيه. اكتبوا بالتعليقات اذا عجبتكم هاي الفكره. قولوا بالتعليقات. حتى الفيديو الجاي شباب ان شاء الله نروح الى المدينة انا واخوي وامي وابوي. المهم اراكم قريبا. لا تنسون تضغطون لايك تشاركون الغلطات الجديد وشوفوا لا تنسى. اراكم قريبا سي ليتر. في امان الله. مع السلامة. باي باي.